السلام عليكم رفيقات الرفقاء. بادئا ببدء نحيي القياده، نحيي الرفقاء اللي رانا جد مسرورين اللي رانا ملمومين في المؤتمر. اول نقطه نبدا بها، انا حبيت نريبوندي على الكاميراد من الجي اللي حكى على العمال تاع اير الجيري اللي ما ديكلاروهمش دوبوي 81 بيان 84. حنا كاين فئه من العمال مالوغوزمون من لو بريمي جو ريكريتي راهم ديكلاري داروا لهم الجنه فيها ذراع، الا وهي فئه العمال المهنيين بالساعه. هذا الديكلاراسيون في لاسيرونس اي تو، كي واحد يكون عنده 15 سنه 10 سنين 12 سنه كي يجي عقب كونكور يقولوا له اخدم ومن بعد اسافوار دوك يلحق كونكور ندخلوك تعقب كونكور. هذا يعتبر عمل هش، اولا عامل مهني بساعه عمل هش، تلحق وقت لي كونكور يخلقوا لنا عامل هش جديد الا وهو لو بري امبلوا. كيفاه ان فاكاتير عنده 12 سنه يلحق بري امبلوا يحسبوا له لي بوان، عنده 6 بوان عام عامين ثلاثه يلحق ان فاكاتير 15 سنه 0.5 بوان. وين راهي النقابه؟ مع تحياتي للنقابيين الحقه اللي راهم ما يخلوهمش مالوغوزمون اللي ما عندهمش مبادئ يوصلوا صوتهم يحاموا على هذو الفئه اللي راهم خليها ربي وخلاص. اون فام دو ميناج تخدم قدام سنه يلحق ان بوست 15 سنه تقولها نيفو، وقتها قرات مسكينه مات راجلها خرجت تخدم على ولادها، وقتها قرات باش دير لك نيفو، وقتها قرات. مي مالوغوزمون هذه النقطه وقتها يكون عندنا قانون ينصف هذه الفئه بالذات. انا اول وحده كنت ضحيه لهذه الفئه، دونك ترسمت هذا ما يمنعنيش اني نبقى نحامي على هذه الفئه بالذات. يخرجوك بيان بلاتونسيون بيان بالسكر وبيان كلكو شوز كوم سا. هذا هو العمل النقابي اللي نورمالمون نبقاو ريكلاميو عليه. جوسكا كون جوسكا كون. نقطه ثانيه، نحن نصر ونصر مره ثانيه لمواجهه الخوصصه الهمجيه التي ثبتت تصحر الصناعه في البلاد وتحويل المنشآت الوطنية إلى شبه عدم. خير مثال على ذلك منجم الونزة اللي راهو حاليا في حالة مزرية تماما، عامل خدام في الجبل اللي يطيح في الحديد اكسيتيرا يخرج بدو تال مالادي، ولا ذوك يسلفوا له باه يسلكوه. هذا راهو عمل ضد، هذا راهو من جراء الخوصصة اللي صارت في البلاد واللي رانا لازم نبقاو نواجهوها ونبقاو نكافحوا ضد هذا القانون. نقطة ثالثة باه ما نطولوش، ضرورة أخذ الحذر وتعزيز من القوات الأمنية في الحدود. احنا رانا تضرب تونس احنا ما نرقدوش، تضرب تونس احنا ما نرقدوش، هما يعانيو احنا نعانيو، خصوصا المناطق الحدودية بالذات. احنا رانا معاهم قلبا وقالبا، ماذا بينا نعاونوهم بأي صفة قلبا وقالبا، سورتو المناطق الحدود بالذات. لابد من تعزيز القوات، ضرورة دعم قرار عدم تدخل في شؤون الدول الداخلية. نقطة أخيرة، حنا يقولوا كسكسلو يرجع لصلو، يعني هذه باينة خلاص. الهجمات هذه اللي صرات كونتر لو بارتي ما زادتنا غير قوة تلاحم، بالعكس زاد أسقطت بامال دو ماسك، أسقطت القناع عن بعض الانتهازيين القياديين هذو اللي راهم بالعكس زادونا لحمه، خلونا نقوي ونزيدوا في العزيمه تاعنا. وخير مثال على ذلك الندوه الوطنيه. وشكرا، تحيه حزب العمال.